يحتفل العالم باليوم العالمي للتوحد في 2 أبريل من كل عام، حيث سيناقش في هذا اليوم السياسات التي يجرى العمل على تنفيذها فيما يتعلق بالوصاية والسبيل أمام المصابين بالتوحد، إلى تقرير المصير والأهلية القانونية. وشعار هذا العام هو نحو الاستقلالية الذاتية وتقرير المصير. وللتعرف أكثر عن اضطراب التوحد وكيفية التعامل معه، رحب معنا اليوم بعضو الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين والناشطة بحقوق التوحد والمرأة الأستاذة هناء ضغيمي. صبحت الله بالخير. صباح النور ويا هلا فيكم. يا هلا ومرحبا، نتشرف اكيد بوجودك معنا استاذه هناء. في البدايه يا ليت لو نشرح للمشاهدين ما هو، مثل ما تفضلت يمكن ذكرتي قبل لا نطلع هواء، انه هو اضطراب ما هو توحد. صحيح؟ صحيح. نبي ناخذ فكره شويه عن التوحد. التوحد هو اضطراب نمائي يعيق الطفل في التواصل مع المحيطين فيه، ودائما او اغلبا يظهر، غالبا يظهر في 3 سنوات الاولى. يعني تبين يعني بوادر هالاضطراب تبين في اول 3 سنوات الاولى من حياه الطفل. هل في مجال ان تتاخر استاذه هنا، انه بحيث تبين العلامات بعد هذا السن؟ اي، اذا الاهل ما لاحظوا ممكن ما يلاحظون انه في توحد، ويكون شوي طبيعي، بعدين يلاحظون ان الشخص او طفلهم في صفات او في علامات عن التوحد. نعم. لو بنتكلم عن خوضك ودخولك لهذا المجال بالذات، ليش اخترتي ان انت تكونين في هذا المجال بالذات؟ اكتشافي ان طفلي في توحد صراحة خلاني امشي في عالم التوحد، وقعدت ابحث واقرا عن التوحد. تعرفين الام لما تكتشف طفلها مصاب بالتوحد، نعم، ممكن تمشي في هذا الطريق. نعم، هذا كان يعني احدى الاسباب او الدوافع اللي خلتك ان تكونين في هذا. شلون طريقه اكتشاف، حتى لو نستفيد من خبرتك استاذه هنا ونفيد اكيد المشاهدين، هل في علامات شفتيها على طفلك وحسيتي ان في يمكن شيء ما هو طبيعي بالنسبه لك؟ اي، انا طفلي اكتشفته من كان عمره 8 أشهر. حسيته ما يناغي. مفروض الطفل يعني من 8 أشهر او لمده سنه يقول بابا ماما. نعم. فما ناغى، وعنده التركيز ما كان قوي، ودائما كان يلعب في لعبه معينه. نعم. وبالصدفه شفت برنامج ثقافي عن التوحد، فشدني هذا البرنامج انه يتكلم عن شغلات موجوده في طفلي. فقعدت ركزت على البرنامج وحسيت انه في اشياء في ولدي. فقعدت ابحث الصراحه عن عالم التوحد شنو هذا. نعم. ما كان منتشر قبل 14 سنه. صحيح. فصراحه طقيت كل باب ابعرف شنو التوحد. فاكتشفت ان ولدي في هذه العلامات اللي تحدثون عنها. نعم، لكن هل هو ممكن سهل لكل ام تلاحظ بعض العلامات او المؤشرات، او انه يحتاج وقت او يحتاج اشخاص مختصه؟ يعني ما نبي نخرع اكيد الامهات انه في حاله أكيد شافت أكيد ولدها او بنتها يمكن تاخروا او ما هم يتشافون بنفس يعني نفس مهارات اقرانه، انه يمكن تشك انه في توحد. صعب اكتشافه؟ لا مو صعب صراحه، سهل. الاهل لما يكونون مركزين على اطفالهم، وبخصوص يعني نقول الام لانها قريبه على الياهل. نعم. وتلاحظ الطفل فيه علامات او شغلات مثل ما تكلم. اغلب اطفال التوحد ما يتكلمون. عندهم حركات مثلا تكرار، يكررون لعبه معينه، عندهم ممكن يصفق الطفل، ما يركز، ممكن الشك ان طفلها مو طبيعي. ولازم تفكر ان هذا الطفل يعني اوديه حق جهه مختصه. نعم. عشان يشخص الحاله. نعم، لكن هل هم جميع الاعراض متشابهه؟ لا لا. لكن كل حاله او كل حاله تختلف عن الاخرى؟ لا لا، الطفل التوحد كل حاله تختلف عن الحاله الثانيه يعني. والاسره هي اللي نقول اقرب شيء تقدر تشخص الطفل وشلون تتعامل مع كل حاله. وبعدين طبعا في جهه ثانيه تساعدها اساس انه تكمل دورها ويعني ومسيرة حياتها. نعم. مع طفلها التوحد. نعم استاذة هنا، بحكم ان انت عضوة في جمعية متابعة قضايا المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصة، شلون قدرتي تساعدين مرضى التوحد من خلال المنصب اللي انت فيه؟ انا كعضوة في جمعية متابعة قضايا المعاقين نعقد في الجمعية كثير من الاجتماعات
التي تساعد أطفال التوحد ومتطلباتهم والاحتياجات الأساسية لهم. وهذا شيء يعني صراحة مبادرة وايد حلوة من الجمعية. نعم، هل تنصحين مثلا أولياء الأمور أنهم يأخذون دورات معينة أو يقرون كتب معينة عشان يعرفون يتعايشون مع هذا الاضطراب، ما أبي أسميه بعد مرض، اضطراب التوحد؟ أكيد، شوفي، الإنسان بدون ما يثقف نفسه ممكن ما يعرف يتصرف، خاصة التوحد. في ناس وايد تجهل شنو هذا التوحد وشنو أعراض التوحد، من غير الدورات ما راح يعرف يتصرف مع الطفلة. نعم، يعني حتى لو كان متعايش مع الطفل بس يمكن يصدر من الطفل أي تصرف ما يعرف شنو ردة فعل وما يعرف شنو اللي يسوي. الدورات راح تثقفه وراح تمشيه في الطريق السليم. نعم، لو نتكلم أستاذة هنا، أكيد من خلال يعني وجودك وأن أنت عضوة مثل ما ذكرنا في السابق، هل يجؤون لك بعض أولياء الأمور يشرحون لك أو يقولون لك على همومهم، مشاكلهم اللي قاعد تواجههم، وهل تسعين دائما إيش توصلين هالهموم والمشاكل إلى الشخص الصحيح أو تلقون لها حل؟ أكيد، إحنا نقول إذا اكتشفت أن طفلك في توحد، أول شيء عامله كإنسان عادي يحتاج إلى اهتمام ورعاية. وبعدين لازم تحمد الله سبحانه وتعالى، هذا قضاء أو قدرة. صحيح. وثاني شيء سارع أنك شنو تحل مشكلة الطفل، لأن كل ما سارعت وهو صغير ممكن تنحل المشكلة معك وتخفف هذه أعراض المشكلة. وبعدين لازم تدش دورات، ثالث شيء، لأن علشان تعرف تتعامل مع الطفل. وهذا يعني الحل السليم. وطبعا ولازم يعني تدور لك مدرسة حق الطفل، لا تخلي لما يطوف عمره 6 سنين وتقول لك المدرسة أن طفلك في توحد وانت طافت عليك فترة طويلة وانت ما عندك علم. أكيد في هذا الموضوع أستاذة هنا، الحين تفضلت بنقطة جدا مهمة، أن في حالة اكتشاف الأهل لمرض ولدهم لازم يتأقلمون أسرع ما يكون مع الطفل بحيث أنه يسهل الموضوع عليهم وعلى الطفل نفسه. إحنا قاعد نتكلم عن السنوات الأولى من الطفل، هل لازم الأهل يبينون لطفلهم أن أنت مختلف عن إخوانك أو مثلا أقربائك، أو هذا المرحلة ممكن يكتشفها الطفل بروحه بينه وبين نفسه بعدين؟ لا، أنا يعني صراحة هو شنو المختلف؟ هو شخص عادي بس عنده اضطراب، ليش أنا عامله كإنسان مختلف عن إخوانه؟ نعم. أول شيء عشان الإخوان لا يعاملونه ممكن يجرحونه، أنا عامله طبيعي إنه هو شخص عادي، بس أحاول أشوف شنو النقاط اللي يحتاجها الطفل. نعم. وأعالجها. نعم. يعني عنده رفرفة أحاول، عنده يعني النطق أنمي أوديه حق مدرس يساعدني في النطق. أنا أحاول أن يعني أدرس شنو النقاط، يحتاج تواصل، يحتاج يعني أي شيء، بس بدون ما يحسون، يعني يحس البيت أن هذا مختلف. نعم. وما يعني عادي عادي عامله حاله حال إخوانه. نعم، جميل ان نحسسه حتى لو هو كان طبيعي. يعاني من اي اضطراب لكن هو ما هو مختلف يمكن. لا طبيعي. لو نتكلم عن الشعار هذا العام لليوم العالمي للتوحد، وهو اللي هو كان نحو الاستقلاليه الذاتيه وتقرير المصير. شوفي، احنا اي شعار يخدم يعني يخدم هذه الفئه ويعني بخصوص انه يكون في تفاؤل، هذا وايد حلو بالنسبه حق اطفالنا التوحد. ونتمنى ان كل سنه يطلع شعار يعني يحفز اخواننا والناشطين انه في امل، وحتى حق الامهات في امل. وللحين احنا ما اكتشفوا شيء حق التوحد، هذا الشعار راح يعطيهم امل انه في يعني ان شاء الله في المستقبل في حل حق هذه الفئه. طيب. لكن الشعار يعني يشدنا نحو الاستقلاليه، تقصدون نحو الاستقلاليه للطفل نفسه انه يكون اكثر اعتمادا على نفسه واستقلاليه؟ أكيد. احنا قاعد نتكلم عن الاهل ودور المجتمع تجاههم. اول شيء عن الطفل، انه احنا هذا الشعار قاعد يتكلم انه هو راح يحاول انه يعتمد على نفسه ويكون عنده استقلالية. وبعدين حق الأهل، إنه حتى حق الأهل إن الطفل راح يكون عنده يعني استقلالية وراح يعيش حياته عادي. هل تعتقدين فعلا في مجتمعنا الحالي ضرورة دمج أطفال مصابين باضطراب التوحد في المدارس وفي المجتمع ويكون له وظائف في كل دور فعال في مجتمعنا؟ شوفي، أنا أقول نعم، ولكن في أسباب كثيرة نحط تحتها خط. إذا كان هناك مدارس مؤهلة، مدرسين يعرفون يتعاملون مع هذه الفئة، حتى الأطفال
في المدارس لازم يكون عندهم خلفية وعي. إن هذا الطفل في توحد والدول التي تعتني وتقوم بهذه المبادرة يعني من الدول المتقدمة. والصراحة في وايد دول يعني يعني أشوف الكويت عندها متلازمة الداون دامجينهم بس توحد للحين قاعد يفكرون ندمجهم ولا ما ندمجهم يعني ما ندمجهم. اي لكن ليش السبب انه قاعد يفكرون يدمجونهم او ما يدمجونهم؟ لان في اختلاف في الاراء ناس يعني ما انا قاعده اقول لك انا موافقه بس في اسباب احتاج الى مدرس يفهم ويدرس هذه الحاله. نعم. مدارس اطفال يفهمون في اطفال وايد ما يفهمون شنو التوحد. صحيح. انا عشان عيالي عايشين يمكن مع اخو يعني مع اخوهم يعرف شلون يتعامل مع ولدي. صحيح. بس في اطفال ثانيين لما يشوفون الولد قاعد يصارخ او يبي شغله يخافون ما عندهم اي خلفيه او يلجؤون الى التنمر يمكن استاذ هنا تجاه هذا الطفل. ما احنا قاعد نقول نحتاج دورات حق اطفال هذا الحين مو الكبار الاطفال عشان يتعاملون مع طفل التوحد. بالنسبه لك بالكويت هل تشوفين اطفال المصابين باضطراب التوحد ماخذين حقوقهم او لا يزال في جوانب من النقص ما تم احنا يعني سداد؟ الصراحه احنا الكويت الله خير الحكومه ما قصرت اعطتنا قانون حق المعاقين من ضمنهم التوحد ولكن في عندنا نقص في المدارس في النوادي. الطفل التوحد يعني يما يرد حق البيت يحتاج انه يواصل حياته كلها تدريب. والاسره اذا كانت عندهم كذا طفل صعب ان الام يعني تقوم بهذه الجهه. نعم. عرفتي؟ صراحه ما في نوادي كافيه تعتني بطفل التوحد. تقصدين استاذ هناء نوادي ان نوادي انه يمارس فيه هوايته او نوادي انه لي ضمهم بحيث يشوفون احتياجاتهم؟ لا الصبح هو المدارس موجود بالمدرسه. ايه موجوده. ايه؟ زين بس النوادي عشان ينمي احتياجاته بصراحه ما عندنا يعني للاسف. اكيد يعني من تواعدكم استاذه هناء وتسليطكم على هذه الفئه اللي موجوده معانا مثل ما ذكرتي لا نعاملهم كمرض اكيد هو مجرد اضطراب يحتاج الشخص انه بس يعرف يتعايش معه. كلمه اخيره حابه توجهي لها في هذا اليوم العالمي للتوحد. صراحه اشكر القناه اللي صراحه يعني اعطتنا الفرصه نتكلم عن هذه الفئه ومشكورين ولا ننسى من جميع الناس ان نتذكر ان هذا اليوم يوم التوحد ونحتفل فيه. اكيد اكيد كل الشكر لك استاذه هناء على تواجدك معنا ناشطه بحقوق المراه والتوحد من جمعيه عضو في جمعيه الكويتيه لمتابعه قضايا المعاقين. كل الشكر لك استاذه هناء. يا هلا. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع.